شو إحساس هذا الإنسان اللي حيطك أو شو مشاعرك اللي حيطك؟ هذا الإنسان شافك هو أنت بديت بداية جديدة، وشافك هذا الإنسان إنه أنت إنسان مشرف في الحياة، إنسان عندك لكل نهاية بداية جديدة. هو شافك كمان أنت بلشت مشروع جديد أو بديت بداية جديدة رغم بعده عنك. كمان أنت زي شاعر، هو شاعر بناحيتك أنك رجعت اكتشفت من أول وجديد، وكأنك أنت ناوي على بداية جديدة من ناحيته. على الأقل عندك بداية جديدة، مشروع أو أنت دخلت مشروع جديد أو سافرت لتعمل بداية جديدة في مشروع جديد، لأنه تعطيك طاقة سفر وأكتف حركة وتواصل. هو يمكن شافك إنك أنت عندك بداية جديدة وقصة جديدة أصلا أو شغل جديد. طيب هل نشوف عقل الباطني من ناحيته؟ هذا الإنسان عقل الباطني رداح، واقف بردح محاله، يعني باخد بعطي محاله، كأنه يعني عقله الباطني كأنه مستعد لحتى يواجه المشكلة. إذا أنت تقدمت بدك بداية جديدة، كأنه قاعد يستنى العقل الباطني أقل، يعني أقل إشي، إنه جاهز لحتى يصرحك كل إشي بصراحة، ويحط مثلا حدود لكل شيء صار. مثلا صارت مشكلة معينة، هلا رح نعرف شو هي المشكلة، كأنه بده يفهمك ويصارحك بهي المشكلة. هيك عقله الباطني، هذا أقل شيء في عقله الباطني. طيب عقله الواعي نفس الشيء، نفس الشخص هذا زي ما حكيت لكم، هو بحبه جدا جدا، وهو إنسان عقله الواعي مستقر. على فكرة الإنسان هذا مستقر، وكمان مستقر عاطفيا، مستقر كمان كلامه موزون، حتى عقله الواعي موزون وزنه، يعني حتى لما بيجي بيصارح في عقله الباطني فهو متوازن في عقله الباطني وعقله الواعي. يعني هو صريح في عقله الباطني، حتى بينه وبين نفسه صريح، وهو متوازن في العقل الواعي. يعني تفكيره، يعني مثلا جيت حكيت له ممكن مثلا نرجع، وبيجي بيحكي لك الجواب الصافي باستقرار وبصدق، يعني ما في مثلا تلاعب او عقله مخربط ومشوش، لا. الانسان هذا زي ما شافك انت بديت بداية جديدة، هو بدأ بداية جديدة، فهو بدأ في التوازن. عقله اقل شيء انه هو عقليا متوازن، وعقليا يعني حتى عقله طيب. هو حاليا هو متوازن جدا، تفكيره متوازن، تفكيره مثلا في العمل في العمل، تفكيره في الحب في الحب. هو اعلن تفكيره الواعي على استقراره. طيب خلينا نشوف المشكلة اللي صارت بيناتكم. المشكلة في طرف منكم انسحب من العلاقة بدون أي عذر أو أي مبرر، وكأنه صار عدة حيل في هاي العلاقة أدت إلى إنهائها، وكأنه الشخص هذا ما استخدم عقله اللي هلأ هو فيه، ما استخدمه معك، كأنه كان في العلاقة هاي فاقدة للذكاء، فاقدة كمان لل، خلينا أشوف أكثر. فقد للحيل، أو فقد إن هذا الإنسان يحتال عليك، يجي مثلا أنت مثلا زعلان يجي هيك يعمل حيلة مثلا يراضيك فيها، كأن هذا الإنسان أو أنت شايفه إنه هو
اتسحب بدون ما يحكي ولا اشي، زي الصارم مثلا سرق قلبك ومشاعرك كل اشي، سحب حاله وراح تركك وراح. يعني هذا الانسان انت شاعر انه مش عارف وين هو راح، ولا عارف شو بفكر، ولا عارف متباعد. فانت حس انه المشكلة هي انه صار زي خيانة او غدر، وقلت حيلة كمان، وما كان في عدم تفاهم، وفي بعضكو فهم الاخر غلط. فهمه مثلا انه محتال، مثلا تابرج العقرب محتال، او الشخص التاني هو المحتال، في هيك سوء تفاهم لهذا الاشي. طيب شو نوايا، طيب شو خطوته، وهل في رجوع ولا لا؟ هذا الانسان حاليا يوقف يدافع عن حاله، ما عنده نوايا رجوع او خطوه، كانه بده يوقف لك يتصدد لك اذا انت حكيت كلمه بده يحكي 10، كانه بده يدفعك عنه. انه هو حاسس، هو مشكلته معك انه حاسس انه انت مثلا احتلت عليه، ومثلا سحبت حالك وهربت، تركته مثلا لحاله وهربت. في منكم كمان انه دخل من كان معه بعلاقه ودخل بعلاقه اخرى، هو هذا الانسان هيك حاسس. فهو هلا في وقت الدفاع عن النفس، يعني هو خطوته انه اذا انت هوبت ناحيته انه هو بده يدافع عن نفسه. طيب هل في رجوع؟ هو الانسان هذا مش مفكر لسه، هو جاهز بس لسه ما مشى هي الخطوه، يعني هو لسه مفكر انه بس يرجع. حتى اذا رجع بده يكون خطوته ثابت، قراره ثابت لا رجعة فيه. يعني اذا رجع بده يكون عارف هو وين راجع بالضبط، لانه هو بده يزقك عنه ويبعدك عنه. فهو لسه مش ماخد قرار الرجعة ولا ماخد قرار، لانه هو حس انه المشكلة اللي بيناتكم انه صار في احتيال في الموضوع، صار في لف دوران، مشكلة كبيرة حس فيها انه هو زي انغدر فيه، انتصب عليه. يمكن احتمال يكون في بيناتكم شغل وصار في غدر في هذا الشغل، احتمال مثلا طرف تاني دخل بيناتكم وخليت تتخلى عن الطرف هذا، او العكس. يعني القراءة تنفع العكس. طيب خلينا نشوف انت يا بالنسبة للابراج، عندي برج العقرب، ابراج ترابية، ابراج مائية، ابراج هوائية. بس هذه حل المشكلة عندك، يعني ابراج نارية ومائية، وبرج هذا بنشوفه احنا برج القوس او برج الاسد، كمان هون برج الحوت، ابراج زي ما حكيت لكم ترابية. الاكثر هي اللي طاغية على القراءة ابراج ترابية ومائية ونارية وهوائية كمان، يعني ميزان، دلو، جوزاء، وعذراء، وثور، وجدي، عندكم قوس، حمل، أسد، وحوت، سرطان، عقرب. يعني عشان بالنسبة للي بيسألوا عن الأبراج. طيب خلينا نشوف انت مشاعرك من ناحيته، انت جاهز وحتى لابس الدراع والواقي ومجهز نفسك لخطوة اتجاه هذا الشخص، كأنك بدك تروح تواجهه بالقفزة يعني الحامية، وعندك حب مواجهة لهذا الشخص، بدك تواجهه بالموضوع. احتمال انك بدك تروح تفهمه انه اللي صار مثلا انت فاهمه غلط، مثلا انا مش قصدي يصير هيك هيك بالضبط، او مش قصدي مثلا ادخل طرف ثالث بيناتنا، او مش قصدي مثلا ادخل طرف عائلتي بيناتنا. فهو هذا الانسان عمال، فانت عمالك بتحضر نفسك لتروح تفهمه
لأنه هو شافك إنسان محتال أو إنسان غدرت به. انت على القراءة عكس، يمكن انت شفت انسان غدر فيك او هذا وبدك تروح تواجهه وهيك مدرع وبدك تاخذ الموضوع في ايدك وتضل رايح عليه. انت جاهز طيب بس تستعد كأنك بتستنى في اشارة معينة تتم هاي الانطلاقة. طيب نشوف تفكيرك الباطني. انت تفكيرك الباطني كأنك حس هذه أمية بالنسبة لك، هذا الشخص أميتك، لأنه نفس الاشي تفكيرك الواعي ان هذا الانسان هو أميتك في الحب. هيك انت حس انه هو أمية تحققت، كأنك يعني بتحبه بزيادة، عندك عاطفتك ناحيته فائضة. طيب خلينا نشوف تفكيرك الواعي. على فكرة انت هيك فعلك عمالك بتعاند، بتحاول تعاند هذا الانسان وهو في تفكيره الباطني صريح وانت قاعد ساكت وبتعاند برضه، يعني عندك حبة عناد وهو قاعد بصارح وانت لا، بس هو متوازن وبرضه نفس الاشي محتفظ لك بحب كبير زي ما حكيت لك، هو بحبك جدا 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 هذا الانسان، وانت تكون له نفس المشاعر، يعني الحب كله بالنسبة لك هذا الانسان، مشاعرك من ناحيته كتير فائضة او تفكيرك الواعي تملك له من الحب ما فاض زي ما بيحكوها، حب يعني الحب بيناتكم متبادل. على فكره نفس الاشي بس هي مشكله انا حاسسها هي سوء فهم صارت بيناتكم، طرد دخل بيناتكم خرب هاي العلاقه. طيب شو المشكله اللي انت حاسس فيها؟ كانك حاسس ان هذا الانسان ناضج بما فيه الكفايه انه يفكر وياخذ قرار، لانه انت كانه حل المشكلة عندك انه انت لازم تاخذ قرار وتقطع الموضوع كلياته، والجو اللي ريد اللي جاهزها انت تعمل لها جو يعني تنطلق، فانت لازم تقطع المشكلة وتعمل لها حل بما انك برج ذكي وتعرف تعمل حلول لأي مشكلة بتصير في حياتك، لأنك انت شايف في اختلافات بيناتكم، يمكن اختلافات مسافة، اختلافات في يمكن اختلافات كجول بيناتكم، يعني في اختلافات بيناتكم، انت هاي شايفها هذه المشكلة الواقفة قدامكم. طيب خلينا نشوف هون بقول لك عبر عن نفسك من خلال الابداعات، الأنشطة والابداعات، يعني هون بيحكوا لك اذا انت مثلا مش ظاهر، لا بس انا شايف انه انت ظاهر يعني، بس انت ايش جواتك ابدع عنها عن طريق الفن الاغاني، لانه طلع في حدا بضرب على العود وقاعد بروقان وبحر وبطة جنبه، فبدك تعمل زي عشان انت ترتاح مثلا نفسيا، لان انت كأنه مخك يعني فاض في الحب بزيادة مثلا لهذا الشخص، فبتقدر برضو ان تعبر له عن هذا الاشي مثلا عن طريق التواصل عن طريق الانترنت، لان احساسك كأني حاسك انه فاقد الامل رجعة هذا الشخص، لأنه هو الشخص هذا كأنه غامض نوعا ما، مبتعد نوعا ما، إحساسك هذا أقل شيء، إحساسك من ناحيته من ناحية المشكلة كمان كأنه متباعد، وكأنه هو إنسان هو يعني أكبر منك سنا أو هو ناضج لأخذ قرارات معينة، كأن المشكلة عندك هو انه هذا الانسان
ويمكن تقبل العكس ان يكون هو انسان مش ناضج او في اختلافات بيناتكم، اختلافات جوهرية مثلا، مش شرط يكون اختلافات كبيرة، بس كان مثلا اختلافات الطبيعة، اختلافات المعتقدات، اختلافات وجهات النظر بيناتكم او الرأي بيناتكم. مثلا انت بتختلف وجهة نظرك للحياة، هو بيختلف وجهة نظره للحياة. فالحل الوحيد انك تقطع هذا المشكلة، انك تقطع هذا الاختلاف اللي بيناتكم، اللي انت حاسه بيناتكم، او تعمل مواجهة، او يا اما تقطع هذا الاشي نهائي خلص ما تعود تفكر فيه، او انك تروح كعقل ناضج تروح تقطع هذا الخلاف اللي بيناتكم مهما كان الخلاف، حتى لو اختلافات طبيعة او اختلافات وجهات نظر او اختلافات معتقدات عائلية. مثلا انتوا عائلة تؤمن انه عندكم مثلا فرح، تؤمن انه مثلا البنت عليها مثلا العروس يعني عليها انها هي تتكفل بمصاريف العرس، وهم لا، عندهم الشاب هو اللي يتكفل بالمصاريف الاخرى. فانت هون بدك تاخذ قرار وتقطع كل اشي وتعمل حدود لكل شيء، الكوين اوف سورد. يا اما بدك تقطع هذه العلاقة، يا اما تقطع اذا في مشاكل عائلية. بالارجح هي مشاكل عائلية، مثلا انتوا اثنين على وجه زواج، عندكم مثلا اختلافات وجه النظر، عائلتك متمسكة برأي وعائلة هذا الشخص متمسكة برأي اخر، يعني في اختلاف وجهات النظر، في شيء مختلف بيناتكم، المسافة، وجهات النظر، معتقدات عائلية، في اختلاف بيناتكم. سفر، يمكن يكون في سفر، انت شايف هذا عائق كبير انه يكون في سفر بيناتكم. طيب خلينا نشوف الأوراكل شو بحكي لك. جدد أولوية التركيز على أعلى درجاتك، سأساعدك في التنظيم والتحفيز. إذا في عندك مشروع أو شيء معين أنت تاركه ومركز مثلا في القصة هاي، بدك تجدد أولوياتك بالشغل. مثلا تركز في شغلك، تركز في عملك، تركز يمكن انه تركز انه شو الأولوية تعملها في هاي القصة، انك تقطع الموضوع كلياته او تحط حدود للموضوع بعقلانية وبمنتهى الذكاء. احنا نعرفك انك برج ذكي وعندك عقلانية. خلينا نشوف المرأة المفكرة شو تعطيكم، لانه لازم تكونوا مفكرين، لانه هون ما عطيكم نصيحة انه بالعقل تقطع كل الشكوك، اذا في شكوك، اذا في سوء ظن، سوء تفاهم، انكم تقطعوا هذه الوساويس. وكمان لانه انا بحس انه انت طالب التسامح، عقلك عماله بيطالب بالتسامح والمغفرة. كمان اسمعوا القراءة، القراءة تقبل العكس، يعني احتمال هم مثلا هم في الطاقة هاي وانتوا في الطاقة هاي، يعني القراءة تقبل العكس، لانه انتوا زي عندكم هيك حاسين بحزن من ناحية هذا الشخص، او حاسين انه في تسامح لازم يحصل بيناتكم. طيب خلينا نشوف المرأة المفكرة، يعني بتفكروا يا مرأة، خلينا نشوف ايش تفكروا، شوف ايش لازم تفكروا فيه. اه
كأن بدكم تدخلوا تفكروا باختفاء هذا الشخص او تباعده او غموضه وتقدموا له نوع من التسامح او مسج من التسامح، لانه انا بحس انه انت طالب او بعقلك الواعي بدك تسامح، لانه مشاعرك ناحيه هذا الشخص او حتى في عقلك الباطني تفكيرك انه انت عندك هذا اميه حياتك بالنسبه لك، فانت لازم تفكر تخلي هذا الانسان مثلا يظهر من اختفائه او يطلع من اختفائه. فلهيك بقول لك المراه المفكره، يعني تفكروا كيف بدكم تخلوا هذا الانسان يخرج من حاله الغموض والاختفاء وحاله التوهان اللي هو فيه، لانه على الاقل انتم شايفينه هيك او متباعد عنكم. فبتقول تقدموا نوع من المسج مثلا التسامح، كمان تعملوا هيك شويه مثلا اغراءات انكم اشتغلتوا انكم تغيرتوا انكم عملت بدكم تسامح تجذبوا هذا الشخص لجهتكم اكثر، لحتى زي ما حكيت لكم تبينوا، لانه هو شايفكم اصلا انتم بدايه جديده بس، او يمكن بالنسبه له هو انتم بدايه جديده، او شايفكم انتم شمس اشرقت على حياته. فانا شايف هي مشاعر اقل شيء، فانا شايف انه بدك تظهر تفكر كيف بدك تظهر له انه انت تغيرت او انت تحسنت او انت هذا الانسان راح يكون معك باستقرار وما يخاف ويصير يدفعك يزقك عنه، لانه هو احساسه بانك مثلا شخص احتلت عليه او شخص غدرت فيه او شخص دخلت اطراف ناس بيناتكو او شخص كانك دخلت تاخذ بس شغله معينه وسحبت حالك وهربت، هالتفكيره او هذا المشكله اللي هو فكر فيها انه هو لقى حاله في هالمشكله في هالعلاقه. فانت بدك تفرجيه تفكر كيف تظهر له انه في استقرار رح يصير بيناتكو، لان انا بحسك انه انت اللي طالب التسامح او الاستقرار، لانه بالنسبه لك هذا الشخص امنيه لحياتك اذا بتحقق، لانه هذا الانسان موقف بالنسبه للرجعه لسه طويله بالنسبه له، لانه هو ما عنده خطوه يعملها، هو بس بحاول يوقف حتى يحمي نفسه، عنده نوع من انه بده يوقف يحمي نفسه من اي ضربه بدها تيجي منك او من اي، لانه شاف انه انت كانك دخلت بمشاعرك واحاسيسك وسحبت حالك وطلعت اخذت شغله مثلا بينك وعمل مشروع، فانت مثلا اخذت منه مبلغ مالي وسحبت حالك ومثلا احتلت عليه وهربت، فهو احساسه هيك اقلها، هو هيك شايف المشكله، انت شايفها غير وهو شايفها غير، هو شايف انه فيش صدق، تمام، او فيش ما في صدق، هذا اقل شيء بقدر احكي لكم اياه. انت شايف المشكله بعد مسافه، عادات تختلف، الاقارب مثلا عاداتهم تختلف عن هذا الشخص عن عادات اهل هذا الشخص، ففي انت شايف اختلافات، وهو شايف انك انت كانك شوي يعني عندك لف ودوران، تنطبق هذه عكسيه، يعني كل انسان يملك مشكله، يعني هو بيكون غلطان، جهه بتكون غلطانه وانت بتكون غلطان، لانه هيك بيصير سوء تفاهم. ف احيانا لما احنا نحس حالنا انه في صار سوء تفاهم لازم نبادر نحل هاي المشكله لحتى مثلا تنحل مثلا نفسيتكم وترتاح، لان هذا الشخص نفسكم عقله الواعي نفس عقلكم، كأنه طالب برضو التسامح أو هو متزن من ناحيتكم في الحب العاطفة، كأنه هو يتم لكم مشاعر فائضة كمان نفس الإشي، كأنه بحبكم يعني كتير متوازن في حبه لكم. فإن شاء الله يا رب تكون قراءة مريحة بالنسبة لكم. كمان خلنا نسحب كارت نصيحة لبرج العقرب. زى
زي ما حكيت لك، حتى زي ما طلعوا لك في